والولايات المتحدة الأمريكية بدأت بالتحرك بسرعة تجاه الأسلحة الفتاكة والأسلحة الخطيرة التي ممكن أن تقلب الكثير من المعادلات إذا ما استخدمت في أي حرب أو في أي ضربة أو ضربة خاطفة. وهنا نتحدث نحن اليوم مع أمر نشرت عنه الكثير من التفاصيل، هي توجه وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إلى عدد لا بأس به من أجل الحصول على طائرات F-35 الشبح أو كما يطلقون عليها الكمبيوتر الطائر. يوم أمس رويترز وبشكل حصري تحدثت عن هذه الصفقة التي عقدتها وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون مع شركة لوكهيد مارتن المصنعة. وبالتالي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هنا هي أتممت الصفقة وتمت الصفقة مع لوكهيد مارتن بنجاح كبير للغاية للحصول كما تحدثنا على طائرات F-35، ونتحدث هنا على 375 طائرة من طائرات الشبح F-35، وهذا العقد كله قادم بقيمة 30 مليار دولار من أجل الحصول على هذه الطائرات التي نتحدث عنها. قيمة الطائرة الواحدة من طائرات F-35 تصل إلى 79 مليون دولار، وهذه طبعا الطائرة هي لديها إمكانيات كبيرة جدا وخطيرة للغاية. المثير بهذا الأمر أن هذا الإعلان الذي جاء بشكل حصري لوكالة رويترز هو يأتي بعدما يقارب 24 ساعة فقط من تصريح أثار الكثير من الأوساط الأمريكية والأوساط الغربية قادم من هذا الرجل كمال خرازي. هذا الرجل هو رئيس طبعا المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران، الرجل هو صاحب الكلمة العليا في مسائل السياسات الخارجية الإيرانية، قال بصريح العبارة قبل 48 ساعة تقريبا من الآن بأن إيران تمتلك كل القدرات الفنية للوصول إلى القنبلة النووية، ولكن ليس لدينا أي قرار تجاه هذا الأمر. وهذا طبعا التصريح هو يعتبر من التصريحات النادرة أن يأتي من شخص مثل كمال خرازي في مسألة القنابل النووية والقدرات الفنية، يعتبر أمرا خطيرا للغاية، خاصة وأن المفاوضات النووية وصلت إلى مرحلة خطيرة ووصلت إلى مرحلة فشل متوقعة ممكن أن يعلن عنها خلال الأسابيع القادمة. هنالك توقف واضح وهذا الأمر معروف. كذلك أن إيران أضافت الكثير من أجهزة الطرد المركزية من أجهزة الجيل السادس IR-6 المتقدمة التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم إلى منشأتي ناتانز وكذلك منشأة فوردو. وفي منشأة ناتانز الآن تخصيب اليورانيوم يصل إلى نسبة 60% وفي فوردو بنسبة 20%. بهذا الشكل فقط على إيران كل ما تحتاجه هو رفع التخصيب إلى 90% من أجل الوصول إلى القنبلة النووية. في ظل هذه التصريحات الإيرانية الواضح إيران أصبحت تمتلك الخبرة الكاملة والعلم الكامل والإمكانية الكاملة للوصول إلى القنبلة النووية في ظل هذه التفاصيل. وعلى هذا الأساس جاءت هذه الصفقة التي نتحدث عنها، صفقة هذه الطائرات بشكل مثير وبتوقيت مثير. طائرات الشبح التي نتحدث عنها F-35 هي الوحيدة القادرة من المرور فوق الأجواء الإيرانية من دون أن تتمكن إيران من عملية ضبطها بالرادارات، لن تتمكن أبدا، ليس لديها الإمكانية في هذه المسألة. وعلى هذا الأساس المنظومات الدفاعية التي تمتلكها لن تعمل بأي شكل من الأشكال. الطائرة هذه التي نتحدث عنها مؤخرا في تحديدا الشهر الماضي كان هنالك إعلانا بأن أصبحت هنالك إمكانية لهذه الطائرة لكي تحمل قنبلة يصل وزنها إلى طن كامل، وعندما نتحدث عن الطن الكامل نتحدث عن 1000 كيلوغرام. لاحظ هذه القنبلة الثقيلة، ويضيف وتمكنت هذه الطائرة من حمل هذه القنبلة من دون أي خلل أو تتعرض إلى مشكلة في عملية التخفي التي تتمتع بها هذه الطائرة بكل تأكيد. وكذلك أن هذه الطائرة هي تمتلك العديد من الإمكانيات الأخرى، هي كمبيوتر متكامل، هي تستطيع عملية ووضع عمليات تشويش على أي نقطة ممكن أن تريد أن تشوش عليها، وممكن أن تحقق ضربات فعالة ضد المنظومات الدفاعية إن أرادت أن تستهدف مثلا أو تستهدف المنشآت النووية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يفتح بابا لطائرات مثل B-2 أو B-52 أن تدخل بسرعة كبيرة جدا وتدمر هذه المنشآت، خاصة وأن طائرات F-35 التي نتحدث عنها أيضا هي تمتلك قدرات أنها تستطيع من القيام بهجمات سبرانية حالها حال الهكرز أو القراصنة، قد تكون أكبر بكثير من أمر الهكرز مما تحققه. الأمر ليس واضحا عن مقدراتها في طبيعة الهجمات السبرانية التي ممكن أن تحققها والضرر إذا ما استهدفت أي نقطة، خاصة
وأن وزارة الدفاع الأمريكية في فبراير الماضي كانت أعلنت بشكل واضح بأنها بدأت تطور الإمكانيات السبرانية الخاصة بطائرة F-35. تحدثوا عن المسائل الدفاعية السبرانية الدفاعية للطائرة لكي لا يكون هنالك اختراقا لهذه الطائرة عندما تحلق فوق أجواء أي دولة، ولكن في نفس الوقت قد يعني هذا بأن هنالك تطويرا لطبيعة الهجمات السبرانية التي ممكن أن تحققها هذه الطائرة الخطرة للغاية إذا ما حلقت مثلا فوق الأجواء الإيرانية. هذه الطائرة التي نتحدث عنها طبعا وبهذا الإعلان الكبير الذي جاء من رويترز وبصفقة كبيرة جدا بين وزارة الدفاع الأمريكية واللوكهيد مارتن، هي أيضا تأتي بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، وانتهى الأمر بوصوله إلى المملكة العربية السعودية. تعهد خلال زيارته بعدم السماح لإيران بالوصول إلى القنبلة النووية بأي شكل من الأشكال. أي تقدم سيعني أن هنالك تصرفا، وفهمت إيران تماما هذا الأمر بأن ستكون هنالك عملية عسكرية تجاه المنشآت النووية. وطبعا هذه الطائرات التي نتحدث عنها بهذا الإنتاج بهذا العدد قد يعني انتشارها تماما في هذه المنطقة، في منطقة الخليج العربي، في المملكة العربية السعودية، في الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي الطائرات ستكون قريبة في القواعد الأمريكية الموجودة في هذه المنطقة من إيران. هذا هو الواضح من طبيعة لماذا سحبت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الطائرات بكل تأكيد. ولكن هنالك تفاصيل مثيرة تعمل عليها إيران، ويبدو أنها تعمل عليها بكل نجاح. فإيران على سبيل المثال هي لم تكتفي فقط من التصريحات الإيجابية والتقارب مع المملكة العربية السعودية في مسألة بأنها مستعدة للمضي قدما بالمفاوضات بينها وبين السعودية على الأرض العراقية. الأمر تطور إلى أكبر من ذلك، الأمر وصل إلى الإمارات العربية المتحدة، وأن هنالك بدأنا نرى إشارات لتواصل بين الإمارات العربية المتحدة وإيران من أجل علاقات أفضل. ومسألة الناتو فعلا أصبحت في عداد الموتى، الناتو العربي أو الناتو الشرق أوسطي الذي سمعنا عنه كثيرا قبل وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، حيث أن وزير الخارجية السعودي هو ليس الوحيد الذي تحدث بأن ليس هنالك أي مسألة نيتو أو حديث عن النيتو، لا أبدا، بل أن الإمارات أيضا تحدثت عن هذه المسألة، وبالعكس كانت تصريحاتها قد تكون حتى أقوى من مسألة أن ليس هنالك نقاشا. كان هذا الأمر هو واضحا وقادما من المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، قال لن نسمح بأن نكون جزءا من محور موجود أو تحالف استراتيجي موجود ضد إيران وموجه ضد إيران بشكل خاص. التصريحات التي صرح بها هي كانت في 15 يوليو، نفس اليوم الذي وصل به الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية. الأمر يذهب إلى أبعد من ذلك، يوم أمس تحديدا إحدى المواقع المهمة والمصادر المهمة في الداخل الإيراني وهي أمواج ميديا أكدت بأن هنالك مضي وهنالك تقدم في طبيعة ما ممكن أن نراه بين الإمارات العربية المتحدة وكذلك بين إيران، وقالت يوم أمس بعد 6 سنوات هنالك تحرك نحو تطبيع العلاقات الدبلوماسية طبعا بين إيران وبين الإمارات العربية المتحدة. هذه الأمور يضاف لها قضية مهمة جدا هي تجري الآن وقد بدأت الآن في هذه اللحظات ونحن نتحدث، هي قمة طهران، حيث وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طبعا إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم والتقى بالجميع، التقى بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، التقى بالمرشد الأعلى، بالمسؤولين الإيرانيين، كذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران بهذا الشكل. وكانت هنالك مخرجات سريعة جدا لطبيعة الاتفاقيات بين روسيا وكذلك بين إيران، وتحدثت عن هذا الأمر بشكل واضح كما ترون رويترز عن طبيعة اتفاقية بين الشركة الوطنية الإيرانية النفطية وكذلك شركة غاز بروم التي ترونها أمامكم الروسية المعروفة، وقعوا اتفاقية بقيمة 40 مليار دولار، اتفاقية طاقة من دون أي مشاكل. وهذا يوضح أن هنالك ترتيبات كبيرة جدا تجري على مستوى هذه القمة، بل أن الأمر لم يتوقف إلى عند هذا الحد. هذه القمة التي نراها اليوم بالنسبة لطهران وبالنسبة لإيران هي تأتي بسبب لأمور هم يريدون القيام بعمليات ترتيب مهمة جدا في الشرق الأوسط، وهي النظر بشكل أساسي لما يجري في سوريا، لأن تركيا تريد أن تقوم بعملية عسكرية من أجل اقتحام
الزحام وخلق بافر زون، خلق منطقة آمنة على عمق 30 كيلو مترا. بالنسبة طبعا الواضح جدا من المؤشرات الأولية قبل انعقاد هذه القمة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض هذا الأمر، إيران رفضت هذا الأمر، وأبلغوا تركيا بأن هذه العملية لن تنفع تركيا وبأنها ستضر بتركيا، وبالتالي بدأت عمليات دبلوماسية تجاه هذا الأمر. بل أن أيضا في نفس الوقت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو يحمل بيده رسائل متعلقة بالفصائل المسلحة الموالية لإيران التي طبعا سيطرت على بعض من القواعد التي انسحبت منها روسيا من الداخل السوري في الأشهر الماضية، وهو ينقل رسائلا قادمة من العديد من الدول الموجودة في المنطقة مثل المملكة الأردنية الهاشمية التي أبدت قلقها طبعا من مسألة وجود هذه الفصائل المسلحة وتهريب المخدرات وغيرها من هذه التفاصيل. وبالتالي الواضح عندما نرى لهذه التفاصيل والترتيبات التي تجري بين هذه الدول يبدو بأنها هي من تسيطر على المشهد تماما، بالنظر طبعا إلى التقارب مع المملكة العربية السعودية والتقارب مع الإمارات العربية المتحدة. المنطقة ذاهبة بطريق مختلف عن طريق سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يضع علامة استفهام ما الذي حققه الرئيس الأمريكي جو بايدن من خلال زيارته للشرق الأوسط وإلى المملكة العربية السعودية. الأوساط الأمريكية ترى بأنه لم ينجح أبدا في مسألة الحصول على الطاقة من المملكة العربية السعودية أو كسب ثقتها رغم كل التعهدات التي قدمها في هذه الزيارة. المفاوضات النووية متوجهة إلى الانهيار، ويعني ليس هنالك أي طاقة قادمة من إيران للسوق النفطية، وهذا يعني ضررا كبيرا على الرئيس الأمريكي جو بايدن من كل النواحي، وأن المنطقة بدأت تأخذ حيزا آخرا ومختلفا. وهذا يعني إذا ما استمر الأمر بهذا الشكل يعني زيادة في المصاعب الاقتصادية بشكل خطير للغاية على الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهذا سيؤثر عليه بشكل خطير للغاية. الزيارة التي قام بها إلى الشرق الأوسط، الوول ستريت جورنال على سبيل المثال وجدت بشكل واضح يوم أمس بأن الرجل أخفق إخفاقا خطيرا جدا، وأن هذا الإخفاق كان هو وهذه الزيارة كانت هي أسوأ من أن تكون زيارة محرجة، كانت سيئة للغاية من وجهة نظر الوول ستريت جورنال. وهذا الأمر طبعا كما تحدثنا هو لن يؤثر فقط على الرئيس الأمريكي جو بايدن، بل سيؤثر على حزبه الديمقراطي الذي أصبح مسلما تماما بأن الحزب الديمقراطي سيخسر مجلس النواب الأمريكي. هذه الانتخابات التي نتحدث عنها هي في نوفمبر القادم. مجلس النواب واضح جدا من خلال الـ 538 والعديد طبعا من المصادر الأمريكية توضح من عملية استطلاعات الرأي بأن 87% نسبة فوز الجمهوريين على الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي. حتى هذه اللحظة الديمقراطيين يسيطرون طبعا على مجلس النواب، ولكن الجمهوريين متوجهين إلى الفوز. النظرة الكبيرة والخطة للحزب الديمقراطي هو الدفاع عن مجلس الشيوخ الأمريكي تحديدا، يريدون البقاء في هذا المجلس ويريدون أن يسيطرون عليهم، لازالوا يسيطرون عليه بكل تأكيد. ولكن لاحظ النسبة متقاربة، بل الـ 538 يوضح أن الحزب الجمهوري حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها هو يمتلك فرصة بـ 53% للسيطرة على مجلس الشيوخ، وبالتالي السيطرة تماما على الكونغرس الأمريكي. أخبار سيئة للغاية ليس فقط للحزب الديمقراطي، بل هي أخبار سيئة للرئيس الأمريكي جو بايدن بكل تأكيد. لكن الحزب الديمقراطي لا زال يمتلك فرصا للحفاظ على مجلس الشيوخ. هنالك إذا ما نظرنا بتفاصيل أكثر عمقا إلى طبيعة ما هو قادم من هذه الانتخابات في مجلس الشيوخ الأمريكي تحديدا في نوفمبر القادم، بالنسبة لهذه الولايات، هذه الولايات المتحدة الأمريكية التي ترونها، الانتخابات ستكون بالولايات التي هي باللون الأصفر، نتحدث عن 35 ولاية من دون أي انتخابات وبهذا الشكل ومن دون فوز أي حزب. طبعا بكل تأكيد تبدأ هذه الانتخابات بطبعا حصول الديمقراطيين، أن الديمقراطيين يدخلون إلى انتخابات مجلس الشيوخ ب 36 مقعدا، والجمهوريين طبعا يمتلكون 29 مقعدا. هذه الفائدة الكبيرة في هذه المسألة. وهنالك صراع على 6 ولايات هي التي ستحدد طبيعة من سيسيطر على مجلس الشيوخ الأمريكي. عندما نرى هذه الخارطة هنالك ولايات كما يطلقون عليها competitive states أو swing states، أي الولايات المتنافس عليها أو شديدة التنافس، وكذلك أيضا الولايات المتأرجحة. نتحدث هنا عن نيفادا، نتحدث عن أريزونا، نتحدث كذلك عن ويسكونسن، ونتحدث عن بنسلفانيا وجورجيا بهذا الاتجاه ونيو هامشير. هنا الصراع يجري بالنسبة للحزبين، بالنسبة للحزب الديمقراطي وأيضا للحزب الجمهوري بكل تأكيد. بالنسبة إلى هذه
الولايات المتأرجحة لمن تميل؟ هنالك ميول لكل ولاية من هذه الولايات. بالنسبة لنيفادا هي تميل نوعا ما للحزب الديمقراطي بكل تأكيد، وكذلك بنسلفانيا تميل للحزب الديمقراطي، وأيضا في نفس الوقت نتحدث هنا عن نيو هامشير تميل إلى الحزب الديمقراطي. أما الولايات البقية المتأرجحة التي عليها تنافس كبير جدا، أريزونا تميل للجمهوريين، ويسكونسن وجورجيا تميل للجمهوريين. هنالك بقية الولايات، وماذا عن بقية الولايات؟ بقية الولايات بكل تأكيد هي تعتبر تقريبا ثابتة لكل الحزبين. الحزب الديمقراطي هو ضامن لواشنطن، أوريغون، كاليفورنيا، هاواي، وكذلك كولورادو، إلينوي، وأيضا نيويورك، وهذه الولايات التي ترونها مثل فيرمونت وكذلك كنيتيكت بهذا الاتجاه. بقية الولايات التي ترونها هي مضمونة تماما للحزب الجمهوري الأمريكي بكل تأكيد. المسألة الآن والمتغيرات بحسب إحصائيات قادمة من الـ 538 أكدت أن هنالك انقلابا في نيفادا بهذا الاتجاه، أن الحزب الجمهوري الآن هو الأقرب للسيطرة على نيفادا وقلب هذه الولاية له، ولكن أيضا في نفس الوقت فالحزب الديمقراطي أصبح هو الأقرب، وأصبحت جورجيا تميل له بشكل أكبر. على العموم وبشكل عام إذا انتهت النتائج بهذا الشكل الذي نراه، فهذا يعني بأن الحزب الديمقراطي سيستمر في السيطرة، وأن النتيجة ستكون 50 مقعدا مقابل 50 مقعدا، وأن الحزب الديمقراطي يمتلك المقعد الفاصل الذي يعطيه الأغلبية عن طريق نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كامالا هاريس، وبالتالي ينجحون بهذه المهمة. ولكن علينا أن ننتبه إلى مسألة مهمة جدا، أن الحزب الجمهوري الأمريكي في كل انتخابات النصفية يحقق نتيجة، وهذه النتائج إذا ما عدنا إلى التاريخ قليلا إلى عام 2018 في الانتخابات النصفية مثل هذا السيناريو هم كسبوا طبعا مقعدين، وكذلك في عام 2014 تمكنوا من الفوز بتسع مقاعد، وكذلك في عام 2010 تمكنوا من الحصول على 70 مقاعد. وهذا يعني في ظل هذه المعادلة التي نتحدث عنها، الحزب الجمهوري بحاجة إلى مقعد واحد فقط يفوز به بغض النظر عن أي ولاية بأي شكل من الأشكال، وستنقلب المعادلة، والحزب الجمهوري سيسيطر ليس فقط على مجلس النواب بل على مجلس الشيوخ، ويصبح الكونغرس تحت سيطرته بالتمام والكمال. أما حتى هذه اللحظة الأمور واضحة بأن السيطرة مستمرة للديمقراطيين، ولكن إذا ازدادت الأمور والمشاكل الاقتصادية فهذا قد يعني أن الحزب الديمقراطي فعلا سيخسر كل شيء في نوفمبر القادم، مع استمرار المشاكل الخارجية التي تنعكس بشكل واضح على الداخل الأمريكي، من تضخم، من مشاكل اقتصادية تعاني منها الأسر الأمريكية بكل تأكيد.